الأخبار الاقتصادية. أهلا بكم. أعلنت الحكومة في بغداد فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر في محاولة لتلافي آثار ارتفاع أسعارها بشكل كبير في العراق. هذا وقد أعلنت وزارة الزراعة الحالية في وقت سابق استيراد محاصيل البطاطا والطماطة والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن استيراد محاصيل الطماطة والبطاطا والباذنجان والخيار سيكون عن طريق المنافذ الحدودية كافة، وأوضح أن انخفاض الإنتاج جاء بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ما يتطلب حماية المستهلك باستمرار عملية الاستيراد لحين توفرها محليا على حد قوله. قرر آلاف الفلاحين في محافظة المثنى العزوف عن تسويق محصولهم من القمح إلى وزارة التجارة، وذلك احتجاجا على استمرار الحكومة الحالية باستيراد هذا المحصول من دول أخرى. وقال ممثل عن فلاحي المثنى حامد أبو رقيعة إن 3000 فلاح في مدينة السماوة وضواحيها قرروا العزوف عن تسويق محصول القمح للموسم الحالي إلى الحكومة الحالية ما لم يتم رفع سعر التسويق. وأشار إلى أن العراق اشترى مؤخرا طن القمح من ألمانيا بمبلغ 850 ألف دينار للطن الواحد، ناهيك عن كلف النقل البري والبحري وغيرها من الأمور. أعلنت مديرية توزيع المشتقات النفطية في إدارة جريميان بمحافظة السليمانية إيقاف توزيع البنزين المدعوم حكوميا بشكل مؤقت. وذكرت المديرية أن القرار جاء بسبب عدم التزام سواق المركبات بالضوابط الموضوعة لتوزيع الوقود المدعوم حكوميا بسعر 690 دينارا للتر البنزين، وسيستمر حتى إشعار آخر. هذا وتعاني أغلب مناطق السليمانية من مشكلة ارتفاع أسعار الوقود بسبب قلة الحصة المخصصة من الحكومة في بغداد، ما ولد ردود أفعال متباينة من قبل أصحاب المركبات. هبطت أسعار النفط العالمية بسبب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والعقوبات ضد روسيا، وكانت الأسعار في التعاملات المبكرة ارتفعت أكثر من دولارين للبرميل بعد أن قال وزير الصناعة الياباني إن وكالة الطاقة الدولية ما زالت تناقش سحبا منسقا من الاحتياطات النفطية، كان كثيرون من المتعاملين يظنون أنه اتفاق مفروغ منه. وتزايد القلق بشأن الطلب بعد أن مددت السلطات في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم إغلاقات في شنغهاي لتشمل كل سكان العاصمة المالية للبلاد البالغ عددهم 26 مليونا بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا. قال بنك التسويات الدولية إن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بسبب الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا. وأضاف بنك التسويات الدولية أن الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء يعني أن 60% تقريبا من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق 5%، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق 7% في أكثر من نصف العالم النامي. هذه انتقالة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.